في ظل التوترات التي شهدتها منطقة المغرب العربية بسبب العلاقات بين المغرب والجزائر والتي تلوح إلى الحرب، تأهب كل من البلدين للحرب ودخلا في سباق كبير للتسلح. بالرغم من أن المغرب صرح أنه لا يسعى لجر المنطقة إلى حرب، إلا أنه يتأهب لها ويستعد لخوضها، في حين أن الجزائر دائما ما تدين المغرب في كل ما يحدث لها وتتهمه بالتآمر ضده دون تقديم دلائل أو توضيحات، وتضع الحرب خيارا واردا. في هذا الفيديو سنقدم لكم أقوى وأحدث الأسلحة التي اقتناها المغرب تأهبا لخوض حرب محتملة. بقراتي بيتو هي طائرة تركية بدون طيارة على ارتفاع متوسط وقادرة على التحكم عن بعد أو عن طريق عمليات الطيران المستقلة التي تصنعها شركة بايكار التركية، وهي تابعة للسلاح الجو التركي. يتكون نظام الطائرات المسيرة بقراتي بيتو من 6 مركبات جوية ومحطتين أرضيتين للتحكم والسيطرة، و3 محطات للبيانات الأرضية ومحطتين للفيديو، إضافة إلى معدات للدعم الأرضي. تصنف بقراتي بيتو ضمن الطائرات العسكرية التكتيكية المراقبة والهجوم، إذ يمكنها التحليق على ارتفاع 8000 متر وحمل معدات بوزن 150 كيلوغراما والطيران حتى 25 ساعة متواصلة. كما تتمتع بإمكانية إجراء مهام المراقبة والاستكشاف والتدمير الآني للأهداف خلال الليل والنهار. اتعمد على تزويد مراكز العمليات للقوات المسلحة التركية بمعلومات آنية ترصدها خلال مهمتها بالأجواء، فضلا عن كونها قادرة على استهداف التهديدات المحددة بذخائر وصواريخ محمولة على متنها. وكانت الرباط قد طلبت في أبريل 13 طائرة من هذا الطراز بقيمة 70 مليون دولار. في إطار تطوير وتجديد ترسانة القوات المسلحة الملكية حتى تكون على أعلى درجات الحداثة والكفاءة والجاهزية. T-129 أتاك. تعد تركيا أحد أهم الدول المصنعة للأسلحة في الوقت الحالي، وتنافس بأسلحتها أقوى دول العالم. وقد وقع كل من المغرب وتركيا عدة اتفاقيات أسلحة، ومنها T-129 أتاك، وهي مروحية هجومية متعددة الأدوار يتجاوز طولها 14 مترا وارتفاعها نحو 4 أمتار. تستطيع الطيران والمناورة بكفاءة وفعالية في الارتفاعات العالية ودرجات الحرارة المرتفعة وفي أكثر المناخات والمناطق الجغرافية صعوبة. كما أن بإمكانها التحليق 3 ساعات متواصلة بالوقود القياسي وقطع مسافة 519 كيلومترا. بالنسبة للتسليح، المروحية قادرة على حمل 8 صواريخ مضادة للدبابات بعيدة المدى من طراز الرمح محلية الصنع، و12 صاروخا موجها محلي الصنع من طراز جيرت، فضلا عن 4 صواريخ ستينجر جو جو و76 قاذفة ومدفعا رشاشا من عيار 20 ملم مثبتا في المقدمة. وقام المغرب وتركيا بعقد صفقة تتعلق بشراء 22 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز T-129 أتاك من إنتاج شركة صناعات الفضاء التركية تاي بقيمة 1.3 مليارات دولار. لافتا إلى أن الصفقة التي تشمل الصواريخ وإلكترونيات الطيران، وهو ما سيعزز أسطول المغرب الجوي. رجمة صواريخ هيمارس عبارة عن منظومة صاروخية تكتيكية عملياتية خفيفة تنصب على منصة مدولبة، وبمقدورها أن تحمل على متنها 6 قذائف نفاثة أو صاروخا باليستيا واحدا. وتضم حاوية المنظومة 6 مواسير متحكما فيها أوتوماتيكيا، ويتألف طاقمها من سائق ورام وقائد، ويمكن لعسكري واحد تشغيل تلك المنظومة على جهاز الكمبيوتر الذي يتحكم بالنيران.
ويبلغ مدى إطلاق صواريخ هيمارس 80 كيلومترا، ويضم كل صاروخ رأسا قتاليا عنقوديا أو رأسا يستخدم لزرع الألغام. كما يمكن استخدام راجمات صواريخ هيمارس لإطلاق صاروخ باليستي واحد إلى مدى 300 كيلومتر. فقد طلبت القوات المسلحة المغربية الحصول على 6 بطاريات هيمارس بما مجموعه 36 راجمة، على أن تشمل الذخائر الصاروخ التكتيكية MGM-140 أتاك MS الذي يبلغ مداه 300 كيلومتر. الكاميكاز، وهي طائرة بدون طيار انتحارية إسرائيلية الصنع، أثبتت قوتها خلال الحرب بين أذربيجان وأرمينيا، حيث قلبت موازين القوة وجعلت الجيش الأذربيجاني يتغلب على الأرمني خلال حربهم الأخيرة. والمغرب لا يسعى فقط لاقتنائها من إسرائيل، بل قام بإتمام صفقة مع إسرائيل والشركة المصنعة لإقامة مصنع داخل المغرب وصناعتها بأيادي مغربية، مما سيجعل المغرب قادرا على إنتاجها والاستفادة منها لتعزيز الجيش المغربي، وأيضا الدخول لسوق صناعة وتصدير الأسلحة الذي يعد سوقا يدير المليارات من الدولارات سنويا. وتعد الطائرات بدون طيار الكاميكاز نوعا جديدا من الأسلحة، تعمل كقنابل دون الحاجة إلى وجود من يقودها في الجبهة، ويمكن لهذه الطائرات قطع حوالي 150 كيلومترا في الساعة والبقاء ساعة في الجو، وحمل رأس متفجر ينفجر من تلقاء نفسه عند اصطدامه بهدفه الذي يتم التعرف عليه من خلال كاميرا استطلاع. القبة الحديدية، وهي نظام دفاع جوي بالصواريخ ذات قواعد متحركة، طورته شركة رافائيل الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة، والهدف منه هو اعتراض الصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية من عيار 155 ملم والتي يصل مداها إلى 70 كيلومتر، ويعمل في مختلف الظروف. وتشمل المنظومة جهاز رادار ونظام تعقب وبطارية مكونة من 20 صاروخا اعتراضيا. المغرب لم يستطع الحصول عليها بعد، لكنه يتفاوض بشأنها ويسعى لاقتنائها في أقرب وقت. وقد ذكرت شركة رافائيل الإسرائيلية التي تقف وراء إنشاء هذا النظام الدفاعي أنها مستعدة لتزويد المغرب بهذا النظام العسكري في إطار علاقات التعاون المشترك في مجال الدفاع بين الرباط وتل أبيب، خاصة بعد إعلان الطرفين عن رغبتهما في تعزيز العلاقات في الكثير من المجالات. ويسعى المغرب إلى وضعها في الصحراء المغربية كاستكمال للجدار الرملي العازل الذي يمنع تسلل مرتزقة البوليزاريو للأراضي المغربية، وسيحمي المنطقة من أي هجوم صاروخي محتمل من مرتزقة البوليزاريو الإرهابية. إلى هنا مشاهدينا الأعزاء، نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد.